دوام الحال من المحال يا جماعة قصة ليفركوزن مع تشافي ألونسو الجميلة في الدوري الألماني لازم يكون لها نهاية، وهذه النهاية الكل يتوقعها بعد سلسلة الانتصارات المتتالية. لازم يجي يوم ويخسر، مستحيل يعني يتم يفوز أو يتعادل، واليوم صار هذا الشيء بعد 35 مباراة متتالية بدون أي خسارة لليفركوزن مع تشافي ألونسو في الدوري الألماني. اليوم في المباراة 36 أمام لايبزيغ خسر بنتيجة 3-2 في مباراة دراماتيكية للأمانة. طبعا هذه السلسلة ليست الأطول في تاريخ الدوري الألماني، بل يمتلك نادي هامبورغ 36 مباراة متتالية بدون أي خسارة في سنة أو في موسم 1982-1983. وبما أنه بايرن ميونخ كبير ألمانيا فهو يمتلك أطول سلسلة عدم خسارة، وكانت في فترة 2012 إلى 2014 بواقع 53 مباراة متتالية بدون أي خسارة. ولكن مع هيك ليفركوزن قصة رائعة وجميلة، ولكن لكل قصة ولكل رقم قياسي نهاية واحد، وكان نهاية ليفركوزن برقمه القياسي اليوم أمام نادي لايبزيغ. هارد لك لجمهور ليفركوزن وتشافي ألونسو، تحياتي لكم.